نقاط الضعف البشرية. نقاط الضعف البشرية هي صفات في الأشخاص يتم استغلالها من قبل المحتال كطعم لاستدراج ضحية. طبعا عندنا هنا 7 نقاط ضعف موجودة في البشر. النقطة الأولى هي الطمع أو حب كسب المال بأي طريقة كانت، وهذه صفة قد يتم استغلالها من قبل المحتال حتى أنه يصل لمبتغاه، سواء بتحويل مالي أو حتى أخذ معلومات، فراح يستغلها وراح نشوف أمثلة عليها. النقطة الثانية هي الخوف، أو الخوف من فقدان معلومات، أو الخوف من الاختراق، أو الخوف من الإصابة حتى بالسحر. هذه كلها من نقاط الضعف التي قد يستغلها المحتال ليصل إلى هدفه، سواء بتحويل مالي أو يعني تحميل برنامج أو ما إلى ذلك. النقطة اللي بعدها هي الإلحاح أو الاستعجال urgency، ويقصد فيها أن المحتال يقوم بطلب يطلب فيه ضحيته بتسليم أو تحديث معلومات أو تنزيل برنامج خلال مدة زمنية قصيرة لكي يتفادى الوقوع في مشكلة. هذه الحيلة تجعل الضحية يتخذ قرار مستعجل قد لا يكون منطقي، أو يتخذ قرار يضرب فيه عرض الحائط كل مبادئ أمن المعلومات. الصفة الأخرى هي الفضول، وهذه الصفة قد توقع صاحبها في مشاكل كثيرة، وكثيرا ما نرى روابط في مواقع التواصل الاجتماعي تكون ذات عنوان جذاب أو مثير لاستغلال فضول الضحية لكي يضغط على الرابط. الصفة اللي بعدها هي احترام السلطة، وهو أن يقوم المحتال بانتحال شخصية شخص ذو مكانة أو ذو سلطة أو جهة رسمية، ويقنع ضحيته بأن صاحب السلطة يحتاج منك معلومات أو يحتاج مبالغ. مثال أن ينتحل المحتال شخصية أو صفة شخص يعمل في وزارة الداخلية، ويطلب من الضحية أن يقوم بتزويده بمعلومات، أو مثل نظام أبشر يقول لك أنه والله تم رصد مخالفة مرورية لك، رجاء إدخال بياناتك أو معلومات حسابك مثلا. الصفة اللي بعدها هي حب المساعدة، وهذه صفة حسنة في الناس، لكن المشكلة أن المحتال قد يستغلها، ويستغلها في خداع ضحيته كأن يدعي أنه مثلا تحت ضغط العمل أو تحت ضغط المدير، غضب المدير، ويريد من موظف تقنية معلومات أن يساعده بحل المشكلة من تحت الطاولة، كأن يقول مثلا عندي مشروع والمدير يحتاج أني أرسل إيميل وباسورده معي لكني أنا نسيته، فيا ليت يا موظف تقنية معلومات أنك تعطيني الباسورد حتى نحل المشكلة هذه، ومدير صعب وأنت تعرفه وزي كذا. فهذاك يعني يحب يساعده ويحل مشكلته بطريقة كذا من تحت الطاولة، ويقول له خلاص طيب برسل لك أنا الباسورد ونحل المشكلة بيننا. الصفة اللي بعدها هي الفراغ العاطفي، وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس، وقد يستغلها المحتال بأن يكون علاقة عاطفية مع ضحيته وتنتهي دائما بالابتزاز. وهذه مشكلة ليست محصورة فقط على جنس معين، فالرجال والنساء سواء قد يقع في هذه المشكلة. خلونا نشوف أمثلة. مثال أول عن الطمع، هنا الإيميل اللي على اليسار أرسل شخص محتال يدعي أنه اسمه فاطمة وأنه مسلم ومسلمة وفيه ميراث بقيمة 250 مليون، والرجاء يا الضحية أنك تتواصل معي عشان أسلم كذا ميراث، وتعطيه طبعا جزاك الله خير، وأن يعني تحاول أنها توهم الضحية بأن الموضوع حقيقي. الرسالة اللي على اليمين هي من شخص محتال يقول أني أنا عمري 59 سنة، وأنا الآن موجود في مستشفى في دبي وأعاني من سرطان، وما عندي إلا 6 أشهر حتى أعيشها يعني. فأنا أمتلك شركة، وشركة تدار من قبل زوجتي، وهي شخص لا يمكن التعامل معه ولا يمكن العيش معه، فأنا أحب أني أعطي مالي أو يعني أسلم الشركة هذه للشخص يديرها عوضا عن زوجتي، فرجاء أنك تتواصل معي. يبدأ طبعا إذا كان الشخص طماع وزي كذا ويصدق وتمشي عليه الحيلة هذه، يبدأ يتواصل معه، وفي النهاية أكيد أن كلا المحتالين عندهم هدف يريدون الوصول إليه، سواء كان معلومات أو مبلغ مالي. مثال على صفة الخوف التي قد يستغلها المحتال هي هذه الرسالة. مثلا هذه الرسالة مزورة على أنها قادمة من ياهو، ومرسلة لشخص أن حسابك تم اختراقه أو أن فيه مشكلة في حسابك، هذا الرابط رابط آمن، ادخل عليه وخلنا نحل المشكلة.
طبعا الرابط هذا مجرد ما تدخل عليه تلقى فيه بيانات، قد يكون من ضمنها الباسورد حق ايميلك، وبالتالي انت تعطي ايميلك للمحتال ويقدر يخترقه. ايضا في موضوع الخوف، ممكن تجيك رسالة ثانية يقولك والله جهازك معرض لرانسوم وير مثلا، سيقوم بتشفير كل ملفاتك. حتى تتجنب الموضوع هذا، هو الحل هو عبارة عن برنامج صغير تحمل عندك يقضي لك على هذا الفيروس، او يقولك مثلا جهازك اصلا فيه الرانسوم وير، حول لي المبلغ حتى افك لك حساب. فيلعب على وتر الخوف بحيث انه يعني يوهم الضحية انه في معلومات راح تفقدها، او فيه حساب راح تفقده، او حتى انه بعدين في مثال بنشوفه الخوف انه يبدأ يتصل، يجيك اتصال يقولك والله انت ترى مسحور والسحر هذا مقفل عليك يعني خيارات كثيرة. وهذا المثال بنشوفه ان شاء الله في تسجيل صوتي في الحلقات القادمة. الإلحاح أو الفضول، وهنا نشوف هذا الإيميل مزور طبعا من بيبال، يقول لك أنه تم عملية شراء من حسابك وبالمبلغ الفلاني، وإذا أنت مو بالشخص اللي قام بهذه العملية اضغط على هذا الرابط حتى نحن يعني نحل الموضوع. فمن باب الفضول ومن باب الإلحاح يقول لك أنت عندك وقت معين، الإلحاح طبعا يقول لك أنت عندك وقت معين لازم تحل المشكلة هذه فيه، وفي نفس الوقت الفضول يحاول يعني يسحبك بموضوع انه والله تمت عملية انا ما سويت العملية هذه، فيبدأ يعطيك اياها. طبعا من علامات انك تتعرف عليها، لاحظ ان الفروم اللي بالاصفر فوق مكتوب بيبال العنوان، لكن الايميل شيء ثاني. ايضا الفورمات الخاص بالرسالة مو بنفس الفورمات اللي يجيك مثلا فواتير البيبال، فهذه من الاشياء اللي تخليك تشك في الموضوع. اللحظة هذا الان فيشنج ايميل استخدم فيه هوية السلطة، وانتحل فيه هوية السلطات، على ان هذه الشرطة الاسترالية ارسلوا هذا الايميل، وانك انت تعرضت الى مخالفة، والرجاء انك اذا انت مو بهذا الشخص اضغط على الرابط ودخل بياناتك. ممكن في السعودية ان تصير نفس المشكلة هذه، اذا جاك ايميل من ابشر مثلا يقولك والله حدث بياناتك، او انت تعرضت لمخالفة دخل معلوماتك حتى انها نسقط عنك هذه المخالفة. حب المساعدة هذه الصفة الحسنة في الناس، لكن في محتالين يستغلونها. لاحظ هذا الحساب مشهور موجود في تويتر وايضا في الفيسبوك، وموجود في مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة. يدعي حساب انه يعني من شخصية مرموقة، واني انا خارج البلاد، ومرت علي حالة ان في عائلة محتاجة مبلغ، اطلب منك يا الضحية انك تحول المبلغ هذا للعائلة الفقيرة هذه. والمشكلة أن هذا البيانات هي بيانات المحتال. بهالطريقة إيش يستغل فيها؟ يستغل فيها أول شيء أن الشخصية تم انتحال شخصية مرموقة، ويحاول أن يقنعك دائما بوجود بطاقة أحوال، أو حتى يحاول أن يقلد لهجة الشخص، ويحاول أن يقنعك أنه والله راح تنال راح يعني تكون من الأشخاص المقربين بمجرد أنك تساعدني في حل هذه المشكلة. الناس الضحية قد يكون شخص يحب المساعدة ويقول لك أنا طيب خلاص بحول مبلغ وأبشر ولا يهمك، لكن هنا تبدأ أن هذه الحيلة انطلت عليه. الفراغ العاطفي هذه مشكلته، مشكلة أنه زي ما قلنا أن المحتال يرتبط مع الضحية بعلاقة عاطفية، تم استراجه، تم يعني قد تجلس ساعات طويلة فيها محادثات فيديو، فيها تبادل صور. المحتال يبدأ يجمع معلومات عن الضحية، يبدأ حتى يجمع معلومات عن أقارب الضحية. بمجرد ما يمتلك المحتال معلومات عن الضحية كافية أنه يبدأ يبتزه، أحيانا تكون فيديوهات مخلة بالأداب، صور مخلة بالأداب، فيبدأ يبتز الضحية أنه والله أنا عندي هذه الصور، إذا ما حولت المبلغ راح أنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وراح أنشرها أيضا لكل متابعينك أو أقاربك. هنا يقع الضحية تحت ضغط نفسي رهيب، وما يعرف حتى كيف يتصرف. البعض من الضحايا يلجأ لمخترقين يقول اخترقه وحاول انك تدمره. هنا تبدأ أنت تطور المسألة وتخليها تحدي شخصي أو انتقام شخصي من المحتال لك، فيبدأ حتى لو أنت ما حولت المال راح ينشر الصور. الحل في مثل هذه الواحد يتقي الله ويحاول أن يتجنب مثل هذه الأمور. يعني وجودك من غير ملابس في صورة أو في مقطع فيديو هذا راح يوديك في مشاكل.
عندنا في حماية قمنا يعني من كثر ما شفنا المشاكل هذه قدمنا عدة مواد للتوعية من هذه المخاطر، مخاطر الابتزاز. بوريكم بعض منها. عند زيارة موقع حماية نجد فيه المحتوى المقروء، فيه الانفوجرافيك وأيضا المحتوى المرئي. خلونا نشوف بعض اللي يتعلق بالابتزاز. في البداية هذا الفيديو هو من إعداد دكتور متعب الضبيطي، يتحدث فيه عن الابتزاز وعصابات الابتزاز الإلكتروني عن طريق سكايب، وما هو الهدف منها، وأيضا كيف الواحد يتعامل إذا وقع لا سمح الله ضحية لمحاولات الابتزاز. تلخيص الموضوع اللي هو موجود في الفيديو هو موجود في الانفوجرافيك، وفيه خطوات التعامل مع العصابات الدولية. ودائما نحاول نتجنب ان احنا ندخل في نقاش مع المبتز حتى لا نقع ضحية للانتقام الشخصي. الانفوجرافيك الثاني هو عن الابتزاز لو كان من داخل البلد، اين تلجأ؟ تلجأ طبعا للسلطات عندك، سواء وزارة الداخلية او اي سلطة اخرى تقوم بعملية ملاحقة المبتزين والقبض عليهم. في سلسلة سويناها اللي هي سلسلة الامان في مواقع التواصل الاجتماعي، موجودة في قناة حماية على اليوتيوب، وتكلمنا فيها عن التهديدات الأمنية اللي هي الابتزاز مثلا. في الابتزاز ذكرنا فيه طبعا سلسلة الأحداث، كيف يتم عملية الابتزاز، وما هو الهدف من المبتز، وكيف يتم التعامل في حالة لو وقع الواحد ضحية للابتزاز لا سمح الله. تلخيص العملية هو أنك تبتعد تماما عن النقاش مع المبتز، تختفي من مواقع التواصل الاجتماعي وما تتواصل معه. أيضا من المشاكل اللي حدثت في موضوع الابتزاز ان في موقع اسمه اشلي ماديسون، الموقع هذا كان مخصص للتعارف خارج اطار الزواج، وتم اختراق هذا الموقع وسحب كل البيانات اللي فيه. فلجأ المخترقون انهم يهددون الاشخاص بمقابل مالي، يعني يبتزونهم، يرسلون له ايميل انه والله بياناتك عندنا وراح ننشرها في حالة اذا ما حولت لنا المبلغ الفلاني. تطور طبعا المشكلة هذه، وهذا واحد من القصص اللي صارت، انه كان موجود في الموقع وبياناته موجودة، وارسلوا له انه راح جاه تهديد انه راح ننشر بياناتك وعلاقاتك مع الاشخاص الموجودين في هذا الموقع، تحت هذا الضغط الرهيب اقدم على الانتحار. فالله يجنبنا وياكم المشاكل اللي تحصل بسبب الفراغ العاطفي.